عندك؟ الو ايه يمكن مقفل. اذا مقفل المايك اقسموا على مشعل. لا لا اساعدك بشيء ولا؟ بابا تعال كذا. ما اغير. بابا مشكلة ما اعرف مايك جديد. تكلم الحين. الو الو يا ابو نايف يا مدير الاعداد. تكلم. بابا والله ما سويت شيء. والله طيب تعال هذه فائدتكم اليوم. راح اشيك على عشوتي. الله يخليك. خذ راحتك بسطه عشان ما حد يعطيك الف. طيب الحين الصوت واضح عشان بقسم عليك. خلاص وين الرجال يمسك خليك واقف كذا زي ال. طيب في صوت. من طلع من الفقره؟ اللي طلع من الفقره وما استاذ من هو؟ اقسم عليك العشاء وبرجع. بس بتشوف العشاء ترجع؟ ايه عادي. اوكي مسموح لك. طيب يا مرحبا بمبارك. ارفع الصوت بس عندك. الله يبقيك طول عمرك. شرفتنا. انا في تصريح. تصريح ايش؟ تصريح فيه واحد خصم عليه. من اللي خصم على مشعل؟ من اللي حاقد عليه؟ لا لا ترى شوف انا اشوف دايم ابو نايف يخصم على مشعل. مسكين انا ما اسوي شيء. ايه يعطيه وضعيه. طيب ناخذ السؤال. هو اكثر واحد يخصم على مشعل. كيف؟ ابو نايف اكثر واحد. نعم ابو نايف. سعود العتيبي. ترى هذه الربعه مرات ما نخلي مشعل يرقد بدري. لا للكويت ما هم جايين. لا لا, لا هو ناويكم ترى. لا والله واضحه ناويت. في خصم اليوم؟ خصمين؟ طيب لو قلنا بتخصمين تخصمين على مين؟ هادي. يا سلام يا سلام. تقول بخصم على هادي. يستاهل يستاهل. طيب السؤال يقول ما هي عيديات الإدارة للمتسابقين بمناسبة العيد؟ الخيارات تقول إضافة 500 نقطة لكل متسابق، إلغاء جميع الخصومات السابقة، إضافة منتجات مجانية، إلغاء البرايم، إضافة 1000 نقطة، زيارة الأهالي. معك التايمر تبيني عيد السؤال؟ لا. وش يقول؟ زيارة الأهالي. الله عليك. الله عليك. الله عليك. الله عليك. الله عليك. لأن الجواب يا حبيبي. عود عود وراك عود وراك عود وراك. مثل الإجابة. شكرا لك. خطأ. خطأ. راح الدين. الله. والله ما راح الدين. الله. ما راح الدين. العيديات بدا مبارك بدا. اللي كانت العيديات طال عمرك اللي هي إضافة منتجات مجانية تستاهل الخصم يا مشعل 1000. الحين ودك تخصم. بس ارجوك ابو مبارك بعطيك فلوس. لا طلع. الله. طيب تخصم على من؟ توني يقول واحد كذا واحد عطى عطى. انت ليه تقول لا لا؟ انا ودي انك ودي انك تطلع عنه. تبغون خصم؟ لا لا اسمع اسمع اتركهم اترك الاداره وزي كذا. ايه لا لا ايش رايك بيك؟ من شخصونها مع مشعل ترى. لا والله انا شخصونها. ايه شخصونها مع مشعل ما له داعي. في واحد في خاطري. من هو؟ عرفت؟ من هو؟ قريب من مشعل. اوه قريب من مشعل في الاداره. بس انبي اللي يمثله يمكن يكون من الاداره. لا 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 هو من برا الاداره بس انه قريب المتسابق. اوه من هو؟ من هو؟ انا اهدي الخصم ل الله حطه على ابو سلطان ظافر بن بن. يستاهل عليك. يستاهل. يا مبارك يا مبارك. يستاهل الخصم يا بن دلعه. شكرا لك عبيض الله وجهك يا مبارك. تفضل طال عمرك عبد العزيز. شوف الواتساب يا عبد العزيز الله يرحم والديك. ايش كنت تقول؟